الرحمن الرحيم. تحية خالصة للإخوة ديال النظر بليس باركون. فهاد الساعة هادي جاو عندي باش يتأكدوا وياخذوا شوية ديال المعلومات على الحادثة ولا الفاجعة اللي وقعت هنا في مؤسسة بن حازم التعليمية. فعلا هاد الخبر انتشر، هضرنا عليه وسمعوا عباد الله، هاد الشيء كاين واقعي. غي باش نصحوا على المعلومة باللي الجاني اعترف بالجريمة ديالو النهار اللي اعتقلوه هنا في باب مؤسسة. داو يعني اعترف انا قبل ما يوصل الكوميساريه، اللي تيقول هو الاعترافات ديالو اللي سمعنا، ولكن انا ما كنتش حاضر ديك الساعه، انا كنت مريض شي 3 سيمانات بصياتيك ظهري، كنت في الدار مع يعني هاد الشيء خديتو من المدير ومن الشرطه اللي يهضروا معايا بار تليفون والناس، يعني هو اللي اعترف ليهم باللي قال له انا كنت اتحرش بهذا التلميذ هذا شي خطرات خارج اوقات العمل، وشي خطرات يمكن في اوقات العمل في اثناء ما كيلعبوا كره كيديروا، ولكن حنا اللي كنا عارفين أنشطة رياضية الكره كانت تديرها استاذ عنده حصه رياضيه اسبوعيه 40 دقيقه في السيمانه، هذه كانت في استعمال الزمان في جميع المدارس، ولكن هو الطريقه اللي كانت يستغل بها التلميذ، يعني انا ما عارفش المحضر شنو في عند البوليس، اللي عارف هو عندنا شكايه وحده اللي دارت محضر بهذيك باش اعتقلوها، راه دابا كياخذ الجزاء ديالو، راه كيستناو الحكم. وبالمناسبه راه حنا كنديروا حمله تحسيسيه حاليا، دابا راه حنا كنضروا الاقسام هنا والاساتذه وكنشوفوا، عاد كنقلبوا يمكن شي واحد حشم، يمكن خاف، يمكن نشوفوا واش تبان شي حاجه ولا ما تبانش. اللي كنوصي عاوتاني به الاباء والامهات ولا كاع غادي يبقاو يراقبوا ولادنا، الا قال لكم راه عندنا كره نمشيو نشوفوا الاستعمال الزمن فوقاش عندهم الكره هذه فين غيلعبوها فوقاش وعلاش، هذه يبقاو نتبعوا حيت دري صغير لا حول ولا قوه، يعني راه ما عارف دري صغير يعرف يدير الرياضه، قال الاستاذ كيخاف ولا شي حاجه ولا هذا المعني بالامر، جاني كان تيقول لي الله اعلم دابا الاشاعات الناس كيهضروا. الحقيقة راه عند الشرطة القضائية هما راه كيديروا خدمتهم حاليا دابا، والمديرية التعليم كدير خدمتها، والمؤسسة كدير خدمتها، حتى المقاطعة كدير خدمتها، وحنا كجمعية كنديروا دابا القيل والقار، القيل والقار، حنا بغينا نتأكدوا ونزيد واحد النقطة أخرى عاوتاني. شي آباء يمكن صافي ملي سمعوا هاد الفجعة وقعت هنايا في مؤسسة بن حازم، صافي أنا غادي ناخذ ولدي نديه لانتقا شي مؤسسة أخرى ولا بنتي، هذا راه ماشي حل. يا ويلي هذيك المؤسسة عاوتاني فين درتي ولدك وقعات شي حادثة أخرى ما بين التلاميذ ولا شي حاجة ولا شي مصيبة، عاوتاني تاخذ ولدك ديهم مؤسسة أخرى، لا حنا نديرو شي حملة تحسية نوعي ولادنا، إلا كان شي مشكل نمشيو نسولو المدير، نمشيو نسولو الأستاذ، نمشيو للنيابة التعليم، لقينا شي شبهات شي حاجة نمشيو للشرطة، نمشيو لرجال السلطة نشكيو، ماشي الحل هز ولدي ديه ليه، شناهو المشكل علاش تاخذ ولدك؟ لا هنا وقعتي وهز ليه، وقعتي وهز ليه، هذا ماشي حل. وهذا الشيء اللي باغي نقول، كنوصل الفكره ديالي كاع للسكينه، انا اب بصفتي حتى انا كاب اللي كنهضر معاكم ماشي كرئيس جمعيه، واخا رئيس جمعيه ولكن حتى انا اب عندي متي هنا، ونقول هذاك راه كان مجرم ولا راه كان فيه هذه الطبيعه هذه، حاشا ما عمرنا درنا فيه هذه النقطه، حيت انا شخصيا ملي ما تنكونش تنقول الله يرحم الوالدين فلان، ملي غادي تخرج بنتي غا وصلها ليا هنايا حدا الطريق باش راه كاين الشمكاره دابا الافات من الحادثه ديال عدنان الله يرحمه الشهيد اللي في طنجه، ولينا كنخافو كنوصي كنقولو عندك بنتي، جميع الاساتذه كانوا كيتيقوا فيه كيقدم لينا خدمات، والسكينه عاوتاني الاباء والامهات كيتيقوا فيه، يعني ماشي شي واحد برا، يعني ملي سمعنا هذا الخبر تفاجئنا تفاجئنا، يعني واش نقول لكم راه كان مجرم؟ ما كانش مجرم، كان شمكار ما كانش شمكار، كان فيه شي حاجه طبيعه خايبه ما كانش، راه كان شهد لا داكشي اللي كان تدير معانا، ولكن هذا عاوتاني نصح العباد الله، راه تيقولوا راه حارس مؤسسه هذاك، راه واحد تيقول راه عنده 52 سنه راه ما بقى، لا ماشي حارس مؤسسه هذا، كان منظف عامل نظافه ديال الشركه خدام هنايا جوج ثلاثه السوايع في النهار، بالحكم انه ما كيربحش ماندا بزاف، حاله ضعيفه كيجلس هنا كيقدم لينا خدمات، تنسخرو كيزيد كينظف معانا وكندير كنعاونو، يعني كان ولدنا خونا ما درناهاش فيه، وحنا ما بغيناش يوقع هذا الشيء لهذا الدري هذا، راه هو حتى هو ولدنا دابا، ولكن ولدي ما بغيناش، ودابا كنديروا الحمله التحسيسيه كتشوف واش كاين شي حد اخر ما بغاش يسكت، وكان لوم الا شي واحد ولده كان تحرش به شي واحد وما هضرش، ما يلوم غير راسو ولده، يجي يهضر، يجي المدير المؤسسه يهضر، يقولوا علينا نمشيو للنيابه نمشيو للشرطه مع شي حد اخر كاع ماشي مع هاد الجاني دابا الحالي، ولو ما نحشموش في هذه القضيه هذه، يمكن بنادم يسرق
عفى الله عما تنسمحوا له، يدابز قال شي حاجه ماشي يمكن تسمع، ولكن هذه القضيه ديال التحرش اللي خصنا، ولكن تاكدوا ما بقاش الاشاعات، واحد يقول راه 5، واحد يقول 6، واحد 10، واحد نتاكدوا بعدا. حنا دابا شكايه واحده كنديروا كنسمعوا شي واحد راه قال حقا بلي داول دورت قالوا ما فيه والو، لا كنسولوا تيمي لا انا ما قربش عندي ما قال ليش، وغير كنت يهضر كل واحد وحنا، ولكن لا بدا خصنا نسقوا التهم. تتاكدوا بشي حاجه 100% عاد نهضروا، وهذا الشيء اللي عندي على حسب الهضره ديال الناس كانوا كيقولوا العدد 5 الاطفال وانه حارس مؤسسه ماشي عام تنظيف. ماشي حارس مؤسسه، حارس مؤسسه 40 عام هو خدام، انا ما عمرت لقينا شي شكايه ضده، ما عمر شي واحد هضر في جيتو شي حاجه خايبه ولا حارس. راه هنا عندنا باقي حارس عاد باقي له شي 20 يوم يتقاعد، اللي كيهضروا عليه هو عامل نظافه شاب ما بين 24 سنه و 25 سنه، هذا اللي دار هذه الفجعه اللي قالوا، ولكن باقي هذه الصدمه بحال ما تيقينش. هو دابا راه داروا اعترف، ولكن جاتنا فضيحه كما كتسمعوا مني، جاتنا فضيحه. اي واحد غادي يقولها لكم من الاباء من الاساتذه ولا اخر، يعني حنا تفاجئنا. هذيك 5 ولا 6 يمشيو للشرطه القضائيه يسول، ما حضر واحد النيابه التالي من ما حضر واحد. الا بنت شي حاجه اليوم هاد الساعه انا مستعدين غادي ننشروا هذا الشيء في الخبر، نقولوا للعباد الله في المواقع الالكترونيه. ولكن راه باقي دابا كما جيتوا نتوما لقيتونا حنا كنشوفوا كنهضروا كنديروا التقارير كنسولوا التلاميذ واش وقع شي حاجه، الاستاذات كيهضروا مع البنات، الاستاذ كيهضر مع الدراري. دابا ولاو الاستاذات مسكينه صافي الحياه ما بقى لهمش، كيهضروا مع التلميذ. دابا شنو كنتمنى تكونوا فهمتوني، حيدوا الحياة على وجههم، كيهضروا مع التلميذ بواحد الطريقه. شنو كان تيقول لك واش كاين شي حد اخر بلا هذا، واش كاين شي ساعته لله. راه حنا كنتقاتلوا غير الله يخليكم ديك الاشاعات، لا راه 5 6 فينا هما 5 6، راه الا 5 6 اللي يعطيها اعدام فينا هو، راه ما نزيدوش ثقل. دار هو كياخذ الجزاء ديالو، الا بانت شي حاجه عليه هو ضدو عاوتاني راه غادي يزيد مصيبه على راسه. هذا الشيء اللي باغي نوصل عباد الله، وراه حنا خايفين خايفين، ولكن حنا كآباء كالسكينه خصنا نكونوا كاملين آباء، كنكونوا كاملين أساتذة، نكونوا كاملين سلطة. شفنا شي حاجة ما عجبتناش ديروا الشكاية للشرطة، نمشيو للمقاطعة، نمشيو للنيابة التعليم، نمشيو للإدارة، نمشيو للبوليس، ماشي نبقاو ساكتين. اش عندي فيه ندي ولدي، يعني أناني ندي ولدي نمشي صافي خليه يغرق، لا أجي ونحلوا المشكل، ماشي كنحلوا المشكل بالمشكل، اجيو نشوفوا فين شنو غادي شنو هو المصير، فين نلتجؤوا، شكون اللي غادي نسولوا، شي حد يعرف حسن منا. وعلى ما اظن هذا الشيء رساله وصلت، فهمتوني، نتمنى ان شاء الله تكونوا فاهميني مزيان. والسلام عليكم ورحمه الله، شكرا دور بريس.